اهلا ومرحبا بكم في بن حموده للسيارات، معاكم مهند غلام. اليوم احنا في شركه بن حموده للسيارات بنقدم لكم خدمه مميزه جدا، هي التسهيل على الزبائن عمليه الشراء بدون التحرك من مكانك. هتفضل في مكانك وتشتري سيارتك عن طريق تليفونك، اللابتوب او الايباد. كل شيء بيتم عن طريق موقعنا المؤمن جدا اونلاين، بتحط بياناتك وتحط بيانات السياره اللي مختارها، تعرف الاقساط اللي عليها وتدفع عن طريق الاونلاين بدون ما تتحرك من مكانك. يلا بينا نشوف الموقع الجديد، اتفضلوا معايا. زي ما شفتوا الطريقه سهله جدا، بس مجرد دخولكم على الموقع بتلاقوا طريقه الدفع او الحجز. سلامتكم، خليكم في البيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم مهند غلام 050-516-3525. اليوم بنسلم سيارتنا لاول كاستمر اشترى السياره اونلاين، السيد محمود سليمان. السياره اللي احنا شايفينها هي الكابتيفا ال 2021 الفئه البريمير. ازيك يا استاذ محمود؟ ادي سيارتك الجميله اهي ما شاء الله، موديل 2021 الكابتيفا الفول اوبشن البريمير. هنشوف من الداخل. السياره جه معاها ضمان 7 سنوات مفتوح بدون تحديد للكيلومتر، وعندك 4 سنوات مساعده على الطريق، وعندك السيرفيس الاول على ال 1000 كيلو وال 10000 كيلو، وفي عندك المخفي والتسجيل وال في هنا عندنا هدايا جات لك عشان انت اول كاستمر اشترى من عندنا اونلاين. دي هدية بسيطة من بن حموده للسيارات. تمام، دي شنطة الاسعافات الاولية، شنطة الحريق ان شاء الله ما تحتاجهاش بس خليها في مكان قريب منك. دي دواسة للشنطة الخلفية، هنا المثلث العاكس، هنا العدة، شايف مرة تانية. اوكي، وطبعا هننتظر منك بس انك تأكد لنا بس وصول السيارة عندك بريكفري، لان احنا هنبعتها لك على مكان بيتك ان شاء الله، اللوكيشن انت بعته لنا والسيارة في طريقها اليك ان شاء الله. اونلاين كل شيء تم عن بعد، انت اول كاستمر يعمل المعاملة دي كاملة، ولذلك احنا نقدر زبائننا اللي بينفذوا بالطريقة دي. والف مبروك عليك وربنا يديك خير ويوفيك شرها ان شاء الله. السلام عليكم يا جماعة، خليني أشارككم التجربة كده بالسيارة وتوصلني دلوقتي من شركة بن حمودة للسيارات في أبو ظبي. طبعا بأخص بالشكر للأستاذ مهند غلام، السيارة جت لحد باب البيت. تمام، وادي الكريم لسه موصلها لي تحت البيت حاليا. طبعا عايز أقول لكم إن انا يعتبر ما عملتش اي شيء في السياره من اول ما بدات المعامله. طبعا المعامله كلها خلصت عن بعد عن طريق الاونلاين، انا حجزت السياره عن طريق الاونلاين وجهزت الاوراق، وطبعا بعت كل حاجه، كل الموضوع كان ايميلز وكان واتساب. والسياره زي ما بقول لكم وصلتني اهي دلوقتي، وانا خلصت الاوراق وخدت الموافقه، وبعد كده السياره اتسجلت واتامنت، طبعا ظبطت زي ما حضرتك شايفين المخفي وكل شيء، ووصلتني لحد باب البيت بدون اي مجهود. وبشكر طبعا تاني الاستاذ مهند غلام وشركه بن حموده للسيارات، وشكرا لكم يا جماعه، الف الف شكرا. حاليا دلوقتي السيارة الحمد لله وصلتني بالسلامة من الظبي. تمام، السيارة اهي. طبعا معلش بقى الشمس، انا مش عارف يعني اصور كتير، بس السيارة حاليا اهي زي ما بقول لحضراتكم وصلتني اهي. تمام، مفيش ادنى مشكلة الحمد لله. طبعا زي ما بقول لكم انا ما عملتش اي مجهود بالنسبة للسيارة، يعني زي ما بيقولوا من الباب للباب. تمام، تسجيل التأمين كل شيء خلص بدون أدنى مجهود اهي. طبعا لسه نازلة من على الكارين حالا، برضو تصور كده السيارة اهي من جوه، كل تمام.
الفل. شكرا استاذ مهند، شكرا بن حموده.